مشاهدينا متابعينا الاعزاء وحيكم ورحب بحضراتكم بتحية الإسلام الخالدة فسلام من الله عليكم ورحمة تعالى وبركاته من هنا من على أرضية ميدان لبسير لسباقات الهجن العربية الأصيلة نحييكم ونجدد بكم التحية والترحيب من ضمن هذا السباق المحلي الثاني نشاهد وإياكم انطلاقاتنا وإياكم مع تحديات سن اللقاية مع انطلاقة جديدة انطلاقة شوطنا السابع للابكار اللقاية مسافتنا هي الأربعة كيلومترات هي المسافة التي سوف تحكيها وترويها لنا هذه الشعارات وهذه الذلل الأصايل نتقدم وإياكم إلى المقدمة إلى الصدارة مقدمة الشوط عالية بشعار جار الله بن سالم بن مسعود بشريدة من يقدم لنا عاليه على البدايه والمركز الثاني القادمه والواصله على المركز الثاني وصلت وتقدمت الراسيه عبد الله بن سعيد بن محمد الرومي المري من يقدم لنا الراسيه على المركز الثاني المركز الثالث وصلت في هذه اللحظات وانطلقت حكومه بشعار علي بن صالح بن علي الجربوعي المري من يقدم لنا انطلاقة واندفاعة حكومة أيضا الواصلة على المركز الرابع وصلت وتقدمت على رابع التحديات أرى الواصلة والقادمة في هذه اللحظات العزوم بشعار خالد بن محمد بن محمد الشيخ الكواري من يقدم لنا انطلاقة واندفاعة العزوم والواصلة من الجانب الأيمن القادمة بكل قوة وصلت وتقدمت مع هذه الانطلاقة المتميزة وهذه الاندفاع الرائعة وصلت يا اخواني من الجانب الاخر رصد القادمة والواصلة وصلت وصلت قمرية سعيد بن محمد بن سعيد النابت المري من يقدم لنا قمرية ولكن نعود بعدما اتممنا على مسامعكم نداؤنا الاول للمراكز الخمس المتقدمة نعود وإياكم مع انطلاقة شعار بوشريدة من يقدم لنا انطلاقة عالية جار الله بن سالم بن مسعود بوشريدة هو المنطلق على البداية يقدم لنا انطلاقة عالية على المقدمة وعلى المركز الأول تنطلق بهذا الانطلاق المتميز والاندفاع الرائع عالية على الصدارة وعلى المركز الاول تنطلق بهذا الاندفاع المتميز بشعارك يا ابو شريده من يتقدم ويقدم لنا انطلاقه عاليه جار الله بن سالم بن مسعود بشريده المركز الثاني القادمة والواصلة وصلت وتقدمت قمرية سعيد بن محمد بن سعيد النابت المري يقدم لنا قمرية على المركز الثاني المركز الثالث القادمة والواصلة وصلت العزوم بشعار خالد بن محمد الشيخ الكواري هو القادم أيضا شعار بن أنديلة هو الواصل والقادم وصل معها التاشق محسن بن حزام بن راشد بن نديلة هو القادم على المركز الرابع المركز الخامس القادمة والواصلة وصلت وتقدمت على خامس التحديات وصلت نوادر صالح بن حمد بن راشد آل بريس المري ولكن نعود وإياكم إلى التغيرات اللي حصلت على المقدمة هتاشة هتاشة يا بن نديلة هتاشة يا بن نديلة محسن بن حزام بن راشد بن انديل من يقدم لنا انطلاقة هتاشة على المقدمة وعلى الصدارة تنطلق بهذا الانطلاق المتميز والاندفاع الرائع القادمة والواصلة العزوم تحتل المركز الثاني خالد بن محمد بن محمد بن الشيخ الكواري المركز الثالث وصلت وصلت عالية ايضا الوصول من قبل نوادر والقادمه والواصلة اسيل اسيل هي القادمه ولكن ولكن نوادر 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 وصلت نوادر صالح بن حمد بن راشد آل بريس من يقدم لنا نوادر وهتاشه وايضا القادمه الدوحه مبارك بن محمد بن علي الجربوعي ولكن نوادر نوادر يا اخواني نوادر مع العروض المتميزة نوادر على المقدمة نوادر 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 صالح بن حمد بن راشد آل بريس المري من يقدم لنا انطلاقة نوادر واندفاعة نوادر تهانينا والناموس يا من قدمت لنا هذه البطلة نوادر تهانينا والناموس لمن قدم لنا نوادر صالح بن حمد بن راشد آل بريس المري نوف على المركز الثاني علي بن حمد بن عبد الله بن سعيد القريصي المركز الثالث الدوح مبارك بن محمد بن علي الجربوعي المري متابعينا الاعزاء تهانينا والناموس لمن قدم لنا انطلاقتي واندفاعتي نوادر صالح بن حمد بن راشد ال بريس المري تهانينا والف مبروك التوقيت الزمني ست دقائق ست ثواني 11 جزءا من الثانية تهانينا والناموس على هذا الفوز وعلى هذا الانتصار